وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية ديلي بيست تقول في تقرير لها أن ميليشيا كتائب حزب الله في العراق أطلقت الصاروخ الذي وجه باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، هل تعتقدون أن إيران أرادت أن ترسل رسالة ما عبر هذه الميليشيا؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الشأن العراقي. حقيقة رسائل كثيرة بدءا من الاعتداء على 4 ناقلات لشحن النفط الموجودة أمام الفجيرة، ثم التفجيرات التي حصلت في محطات الضخ في داخل السعودية، وكذلك أيضا استهداف المنطقة الخضراء أو استهداف السفارة الأمريكية. كل ذلك هي رسائل تحاول أن تجس نبض ما يحصل من حالة صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن لن تتورع إيران إلا بالعمل كذلك من خلال أذرعها وميليشياتها خارج حدودها، وهذا يدلل على أن إيران لا تريد الخوض في صراع عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في اعتقادي أن حالة الصراع الموجودة لن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية إلا بتحقيق أهدافها التي فرضتها من خلال 12 نقطة أساسية وجوهرية. هذا الضغط الذي يعمل على حصر إيران في زاوية حادة جدا من خلال مصالحها الاقتصادية، الضغط على الواقع العسكري أيضا من خلال عمليات التجيش وحركة التهيئة للعمليات العسكرية في جلب كل الإمكانيات التي تعمل بالضغط على إيران. هذا كله مؤشر سيعطينا إمكانية في عملية التغيير، مو بالضرورة أن تكون عملية حرب، بل بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في حرب في الظروف الحالية. لكن في المقابل حكومة عادل عبد المهدي طلبت من الميليشيات عدم استهداف المصالح الأمريكية، هل تملك حكومة عادل عبد المهدي أي أوامر أو أي يعني يد أو سلطة على الميليشيات في العراق؟ أولا حكومة السيد عادل عبد المهدي من الضعف بشكل كبير جدا، لا تمتلك الإمكانية، لأنه قبل أكثر من حوالي شهرين تم إبلاغ السيد عادل عبد المهدي بضرورة نزع سلاح كل الميليشيات الخارجة عن الدولة بما فيها الحشد وضمها إلى مؤسسة الدولة الأمنية، لكن لم يستطع السيد عادل عبد المهدي ذلك، حيث كان يتصور أن كالسياسات ال4 حكومات السابقة أن يستطيع مسك العصا من الوسط، ورجل في أمريكا ورجل في إيران، وتمر الأزمات أو تمر عمليات التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة. ولذلك الحكومة العراقية من الحرج الكبير جدا في اعتقادي سيؤدي ذلك إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي في نهاية هذا العام أو بعد شهر أو شهرين نتيجة للضغوط التي يتعرض لها. أما التغيير قادم لا شك في ذلك، خصوصا في السياسة الإيرانية بالمنطقة، وأذرعها مصممة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التقارير والتصريحات، مصممة على قطعها بشكل كامل ونهائي. الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.